السلام عليكم واهلا وسهلا بكل ما كيتابع القناه ديالي. هضنا جيت نشارك معكم لي زيبينا، غادي نديرهم بالطريقه ديال البقوله ديالنا، كيجيو زوينين. غنحتاجو لي زيبينا او السبانخ مغسولين مزيان ومقطرين، وغادي نقطعهم تقطيع عشوائي، ما نحتاجوش نقطعهم تقطع صغير او لا، حيت دغيا كيذوبوا في الطياب. هانتوما تقطع عادي بلا ما تصدعوا راسكم، تبقاو تقطعوها رقيقه، اصلا هي دغيا كتذوب ما كتبقاش تبان. الزبينه اصلا عندها فوائد كثيره، كتصلح في العصير، تقدر تطحنيها مع العصير ديال الليمون او لا ديريها في اومليت مع البيض، كتجي زوينه الصراحه. صافي دابا ملي غادي نسالي نديرها في الكوكوط، وغادي نزيد عليها التوابل، التحميره، سكينجبير، الابزار، الخرقوم والملح والثومه، جوج فصوص كبار ديال الثومه، الزيت، الملح ما تكثروش، ديروا غير شويه، حيت ملي كتكون مقطعه كتبان لكم الكميه كثيره ولكن هي كتبقى غير شويه، باش ما تجيكمش مالحه ديروا غير شويه ديال الملح. غادي نزيد لها صوص طوماط، واحد جوج معالق كبار، الليمون غادي ندير غير شي قطيرات صغار، حيت اصلا هي كتجي فيها بنات الحموضه، باش ما تجيش حامضه بزاف، غير شي قطيرات. انا ما درت فيها لا ليمون مصير لا والو، غير شي قطيرات ديال الليمون صافي كافي. وغادي نزيد عليها واحد نص كاس ديال الماء، كاس العنبه، شوفوا على حسب الكميه. صافي غادي نسد عليها الكوكوط ونخليها 10 دقائق، انا طابت لي 10 دقائق صافي بدات. نزيد عليها بعدا دابا القزبر ومعدنوس وشويه د الكرافس كان باقي لي صافي. وغادي 10 دقائق كتفتحي عليها كتلقايها هكا صافي، تخليها تشرب على خاطرها اصلا هي هكا كتكون، ولكن خصك ضروري تفتحي عليها باش تشرب صافي بالصحه والراحه. كتوجديها كنضيف عليها الزيتون، كنزوق بشويه الليمون، وبالصحه والراحه.